فالحديث عنها سلام الله تعالى عليها ليس حديثا عن امرأة زاهدة عابدة شأنها شأن النساء أبدا، إنما الحديث عنها حديث عن وجود ملكوتي جبروتي إلهي ظهر في هذا العالم في صورة الإنسان. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.